السيدات والسادة، مساء الخير. منذ أكثر من قرن ونصف القرن، وتحديداً في عام 1869، أقيم على حديقة الأزبكية بقلب القاهرة الخديوية صرح فني عظيم كان الأول من نوعه في المنطقة، هو المسرح القومي. كان هذا الحدث المهم بداية انطلاق حركة فنية كبيرة في مصر، امتد تأثيرها من المسرح إلى السينما، واكتذبت الآلاف من الموهوبين والمبدعين ونجوم الفن من مصر ومن خارجها. ومع تزايد الأعمال الفنية وبناء المسارح والاستوديوهات، أنشئ معهد التمثيل الذي تخرج منه الرواد من كبار الممثلين والمخرجين، ومن بعده أقيمت أول أكاديمية للفنون في الشرق الأوسط. كان من الطبيعي أن يتزامن مع انطلاقة المسرح وانتعاش السينما وتزايد أعداد العاملين بالمهن الفنية ظهور حركة نقابية قوية. البداية كانت بجمعية أنصار التمثيل عام 1913، وكان من أعضائها جورج أبيض وعزيز عيد وفاطمة اليوسف. ثم في عام 1943 ظهرت في مصر أول نقابة رسمية للممثلين والعاملين في المهن التمثيلية. بعدها ظهرت العديد من النقابات الفنية للسينما وللموسيقى وغيرها. اليوم نحاول أن نرصد أحوال العاملين في واحد من أهم مجالات قوة مصر الناعمة، ومدى التطور الذي حدث، وما الذي نحتاجه لتتواصل الحركة الفنية المصرية وتواصل دورها الكبير في الوعي والتنوير. اليوم نستضيف واحداً من الوجوه البارزة على ساحة النقابات الفنية في مصر، مخرج وممثل وأكاديمي ونقابي كبير. نسأله ليس فقط عن أحوال الفن، لكن أيضاً عن أحوال العاملين فيه. أهلاً بكم.